عندنا الإجابة دي. إيه ده؟ أنت بتهزر يا أشرف؟ لا تعليق طبعا. تفتكر ان احنا هنبدأ نرجع لاستوديوهاتنا وهنصور وهنعمل افلامنا وننتج كمان مثلا سنتين ثلاثة؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا اشرف انت بتقوله ده؟ انت بتهزر؟ لا طبعا. لا تعليق. لا تعليق طبعا. ده كلام فاضي ده. ان شاء الله نرجع قبل كده على طول الاسبوع الجاي. احنا شغالين اهو. هو برنامج اهو ما شاء الله زي الفل. الحمد لله الحمد لله. السؤال كان ايه بقى؟ السؤال لو عندك اختيارين، الاختيار الاولاني لا تعليق والتاني لا تعليق، تختار ايه؟ لا تعليق. برافو عليك يا شريف. من السؤال العبقري اللي شريف سأله دلوقتي وانا اللي جاوبت له عليه طبعا، هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل اخر فقرة معانا وجيم سؤال. جيم سؤال. ورجعنا مرة تانية وحلقة أنا مستمتع بيها شخصيا، لأني أول حاجة مع صاحبي شريف منير فنان جميل، وبجد يعني ببقى سعيد وقت ما بنبقى مع بعض في أي مكان، حتى لو وجارك شغل جارك. وجاري كمان في المقطم وزميل النضال والكفاح طبعا طبعا. يعني بقالنا كتير نعرف بعض يا شريف. الحمد لله. طب بص الإجابة دي. حوالي 25 سنة، دي علاقه بالكلام اللي كنت بقوله حالا؟ ليه علاقه نعرف بعد بقى قد ايه يعني؟ لا يعني انا ممكن اقول حاجه تانية برضو بس ممكن. مش عايز تبقى بايخه. ايه؟ اصل دي اول حاجه في بالي. والدتك متوفيه بقى قد ايه؟ 25 سنه بالظبط. ايه ده والله؟ 85. 85. ده ايه الصدف الغريبه دي؟ ايه بقى برضو نفس الوقعه؟ لا يا راجل. والله 85. عشان كده يا اخي عشان كده انا اقول الراجل ده اعرفه منين. احنا بقالنا 25 سنه وانت؟ بجد والله؟ 25 سنه. من وقت 86 خشب الورد. ايوه جيت لنا انت زياره. ايوه انت طبعا ساعتها كنت عملت سنبل وكان عامل رد فعل جميل يعني، وانت كنت عامل دور عظيم جدا في المسرحيه ولفت النظر. كان يعني جميل. بتفكرني بفتره ما كان هنيدي برضو لما كان في حزمني كان عامل دور صغير وبدا الدور يكبر، وانت عملت نفس الحكايه برضو، وعلاء برضو كان نفس الحكايه يعني الحقيقه احنا تعبنا برضو. عساكر. ايوه انا عملت عسكري وهنيدي عمل عسكري وعلاء عمل عسكري. صح مطلوب للتجنيد. مظبوط مظبوط في نفس التوقيت ده يعني. لا بس بنعرف الناس برضو احنا تعبنا وجاهدنا طبعا طبعا. ويعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله وزي الفل يا معلم. الحمد لله 100 100. شريف انا هديك فرصه دلوقتي بما ان انا كنت بقول اجابات شكلها مضايقك وانت بقى عمال تفكر في اسئله عليها، هديك الفرصه دلوقتي انت تقول الاجابه وانا اقول لك السؤال. اقول لك الاجابه. طيب انت مش تعرف السؤال ده؟ لا اعرفه طبعا. مش تعرفه؟ لا لا ده انا بعرف كل الاسئله. ده انا يوم ما حطيت ايدي في القفص فضلت اتشقلب واتنطط وبقيت خايف ومبقتش عارف اعمل ايه، والبنات يضحكوا عليا. ده كان يوم فظيع. اتفضل قول. ايه؟ ايه؟ يعني انت قلت يوم ما حطيت ايدي في القفص فضلت اصوت واتنطط والبنات قعدوا يضحكوا عليا. بناتك يضحكوا عليك. يوم مش ممكن انساه. ده عليا انا. امال انا بسال مين؟ امال انا بجاوب مين قصدي؟ عارفها؟ عملت ايه؟ قول. لما جبت قفص فيه عصافير. ايوه. واتفرجوا لعيالك. ايوه. و ايه اللي حصل يوميها؟ ايه اللي حصل يوميها؟ احكي لنا بقى اللي حصل يوميها. اتفضل. قعدت اقول لهم دي العصافير وبصوا الازاز ازاي وشوفوا اللطاف ازاي وبصوا انا ممكن امسك لكم العصفوره، شايفين العصفوره اللي هي جوه دي؟ دخلت ايدي كده عصفور منهم نقر ايدي نقره طبعا، وانا بطلع ايدي ايدي مش راضيه تطلع، يعني اللي هو بقيت ارمي القفص بالبتاع بكله طبعا، وهي نقره عصفوره صغيره يعني. مظبوط. بس هي فكره الاب اللي داخل على اللي هو يعني بيقول لهم تعالى اوريكم العصافير بتتعمل ازاي وكده، وبيخش متعور وقاعد يعمل كده. وبدات تضحكوا عليك. برغم الشريف ان انا كنت مستني اجابه عنك انت، لكن انت قلت اجابه عن انا همشيها لك يا شريف. هي المفروض تبقى عننا بس زي بعضه بس ما حاجه. تمام. شريف بجد
يعني انا سعدت جدا مش بس لوجودك في البرنامج، لان انا اعرفك كشخص واعرفك كانسان جميل جدا، علاقتك باصحابك كلها علاقة يعني بجد ما تتخيلش. يمكن كان معانا حلقة من الحلقات ومعانا احدى الزميلات واتكلمت عنك كلام هايل. لا والله من اجمل الناس اللي اشتغلت معهم على المسرح، ما عندوش انانية وهو واقف على المسرح. تبقى منى زكي يعني. بص منى فعلا منى منى وقال كلام جميل. منى جميل وفي نفس الوقت بجد ده احساسي ان انا يوم ما اشتغلت معاك مسرح شايفك واقف ازاي. كان معانا في المسرحيه الاول مره محمد سعد، انت واقف قدامه ازاي، بتفرش له ازاي، ده بمصطلحاتنا واحد تعب في حياته شيء طلع عينه لغايه ما ربنا كرم. والله ده انت، ده انت لغايه ما ربنا كرمنا والحمد لله وبقيت زي الفل يا شريف. وبشكرك على وجودك بجد يا شريف، بشكرك على وجودك وبشكر كل المشاهدين، وان شاء الله نتقابل معاكم بكره وحلقه جديده من برنامج جيم سؤال.